حبايب بتفضل تعمل لنا مقارنة. بص ابن خالتك عمل ايه، ابن خالتك اشطر منك، ابن خالتك اذكى منك، ابن خالتك اكبر منك، ابن خالتك اصغر منك. كل الحاجات دي ست الحباب يا حبيبة بتعملها لنا في حياتنا، بس احنا عايزين نقول مقارنة في اللغة الانجليزية. ازاي اقدر اقارن ما بين شخصيتين نفس الصفات وما بين شخصية اعلى من شخصية في الصفات؟ درس النهاردة هو درس المقارنة، وازاي فعلا اقدر اقارن في اللغة الانجليزية ما بين شخصين او ما بين حاجتين. تعالوا النهاردة نتعلم المقارنة. اوعى اوعى اوعى. اول حاجة في هنا مقارنة اللي بتكون بالتساوي، الاتنين بيكونوا متساويين، ودي بتكون القاعدة بتاعتها as والصفة وas. زي مثلا لما اقول لك احمد is as smart as علي، يبقى هنا بقول لك احمد نفس ذكاء علي. لما اقول لك مثلا جيسي as good as اي اسم مثلا دينا، يا هنا بقول لك ان ياسمين كويسه زي دينا. معنى كده ان از وصفه هنا معنى از واز وصفه، يعني الاثنين هنا متساويين. معنى كده معنى هنا اللي اقول لك جيسي از وصفه واز واسم، معنى كده ان الصفه هنا متساويين في نفس الحاجه في نفس المقام. يبقى اول قاعده معانا عشان تقارن ما بين صفتين مع بعض، يبقى اول حاجة هنا صفة بتكون نفس بعض بالظبط as وصفة، واز معنى كده الاتنين نفس المقدار ونفس الحاجة. تعالى ناخد التجربة التانية. بقى التجربة التانية في حاجة اسمها ال er وكلمة than. زي مثلا لما اقولك احمد is older than me، معنى كده ان احمد هنا بيكون اكبر مني. معنى كده ان انا عرفت ان احمد هو الاكبر وانا اللي تحته. يبقى هنا الصفة بيبقى فيها اي ار، ده كلمة ذان معناها ان الشخص ده اعلى مني في حاجة انا مش حلوة فيها. اس وصفة واس نفس المقدار، الاي ار وذان معناها ان الشخص ده اعلى مني في الحاجة. تمام. ممكن مثلا اقول لك ماي body is stronger than you. هنا بقول لك ان جسمي اقوى منك انت، جسمي انا اقوى، يبقى جسمي انا طلع وانت نزلت، يبقى هنا الصفة بتطلع ال er. طيب في حاجة بيتحط لها more ما بيتحط لهاش الـ er، زي الكلمات الكبيرة، زي كلمة difficult، زي كلمة expensive. يعني مثلا اقول لك هنا my car is more expensive than your car. هنا معنى الجملة هنا اللي بقولك سيارتي بتكون اغلى منك انت، بس هنا كلمة expensive هنا كلمة كبيرة متكونة من اكتر من مقطع، فما ينفعش احط لها ال er، بتكون دي صفات اسمها صفات، يعني لازم يتحط لها قبلها كلمة more علشان معناها اللي هي اكتر، فاهمين؟ يبقى كده خدنا تلات انواع، ال as as وصفة و as نفس المقدار. كمان في حاجة اسمها ال er للصفة لو الصفة صغيرة وبحط لها than، وبعدين في كلمة more اللي هي بتيجي مع المقاطع الكبيرة المقلبزة، وبس كده.